حالة تورك تكشف للمرة الأولى معاناتها مع أمها: أصابتني بهذا المرض. Last year كنت كتير كتير يعني دخلت بديبرشن مو طبيعي، لأنه أنا كنت متعودة أن أكون with my family. ما كنت أوكي، بس هلأ شوشو عم يعني عم بتأقلم وكل شيء عم بيصير أوكي. كشفت الفنانة البحرينية حالة تورك عن مرورها بحالة اكتئاب حاد خلال العام الماضي بسبب ابتعادها عن أسرتها، مؤكدة أنها تقيم مع عمتها حالياً، وأضافت قائلة: دخلت في حالة اكتئاب غير طبيعية، تعودت على العيش مع أهلي، وعندما انتقلت إلى دبي شعرت بأنهم بعيدون عني ولن أتمكن من رؤيتهم كل يوم، ولكن بدأت الآن أتأقلم على الوضع. إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي نعتوها بالكذب، إذ أن حالة الاكتئاب الحاد الذي دخلت فيها لا علاقة لها بانتقالها إلى دبي، بل بالقضايا التي خاضتها في المحاكم ضد والدتها. أنا ما بدي شيء، أنا بدي أولادي يا عالم يا ناس. ويذكر أن المطربة الخليجية الشابة أدخلت في نزاع مالي مع والدتها الفنانة منى السابر في القضاء، كما رفضت محكمة التمييز البحرينية الطعن المقدم من قبل السابر من أجل استرجاع حضانة حالة وشقيقها من والدهما المنتج محمد الترك، حيث تم تأييد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف والقاضي بضم حضانة الولدين للأب. ما رح تعرف قيمة الأم وما رح تعرف قيمة الجرح اللي هي سببت لي إياه إلا